اعلنت بلديه الكويت عن خطه ميدانيه لمواكبه احتفالات الاعياد الوطنيه في محافظات البلاد الست تتضمن نشر فرق الاجهزه الرقابيه لضبط مخالفات النظافه والاعلانات واشغالات الطرق والباعة الجائلين وقال المدير العام لبلديه الكويت المهندس احمد المنفوحي ان البلديه انهت كل التجهيزات لاستقبال العيد الوطني ويوم التحرير فيما يتعلق بتزيين شوارع الكويت بالاعلام ورفعها في كل الميادين والساحات وان البلديه قامت بتنظيف الشوارع والاماكن التي ستقام بها الاحتفالات الى جانب توفير العديد من الحاويات واليات النظافه كما ستقوم بتحرير محاضر المخالفات بحق المخالفين تطبيقا للوائح والانظمه الخاصه بقانون البلديه وذكر المنفوح ان الخطه الميدانيه تشمل كذلك الجانب التوعوي من خلال اللقاءات التلفزيونيه والاذاعيه وعبر الصحف اليوميه باستضافه المسؤولين في اداره النظافه واشغالات الطرق وفرق الطوارئ